لا يزيد لا يقال رضي الله عنه، ويسأل عن يزيد بن معاوية. اي نعم، يقول بعض يقول رضي الله عنه هو أمير المؤمنين، هو أمير المؤمنين، أمير المؤمنين يعني هذا الأمير المؤمنين لقب، يعني الحاكم، مثل الحين ملك تقول الملك فلان، صالح سيء موضوع ثاني، الملك الذي أتاه إبراهيم كافر ويسمى الملك، طيب هذا لقب أمير المؤمنين، لقب يعني الحاكم، فما فيه ميزة هذا. فكل من حكى المسلمين عامة يقال له أمير المؤمنين سواء كان صالحا أو طالحا، فهذا ليس، لكن الثناء رضي الله عنه، رضي الله عنه لا تقال الأصل فيها إلا للصحابة، يزيد ليس بصحابي فلا يقال رضي الله عنه، لكن الكلام في أن البعض يترحم عليه مثلا يقول رحمه الله أو غفر الله له يدعو له مثلا، والبعض يمنع من ذلك. هو لا شك أن يزيد بن معاوية حاكم من حكام المسلمين، له حسنات وله سيئات.